أنني في وسواس كبير ويصل إلى حد الوسوسة في العبادة وفي خلق الله عز وجل وفي العبادات جميعا. يا أخي إخواني، الشيطان حذر من أن يقول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعدو الله إبليس يسدع ديننا، إذا عجز عنا أن يترك ديننا أتانا بهذا الوسواس الضار الذي يسلب في عباداتنا وتوحيدنا. فأعظم من ذلك عياذ بالله وسواس الوضوء، بأن يتوضأ نص ساعة أو ثلث ساعة كلما غسل عضو أعاده ثانية. كذلك الوسواس في دخول الصلاة: هل كبر الإحرام؟ لا. يكبر مرارا ويشك هل كبر أم لا. كذلك في العبادات والعقيدة يجب أن نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. كلما وسط علينا قلنا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، إلى آخر الآيات. نذكر أنفسنا ربنا وعظمته وجلاله: خلقنا ورزقنا، أوجدنا من العدم وربانا بالنعم، كلنا نسعى في فضله وكرمه وتقلب في منته وعطائه. قل: من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن الآية. فيا إخواني إياكم وساوس بالتوحيد، اثبتوا على عقيدتكم واستقيموا على الحق، ودافعوا وساوس أفكار السيئة بالإسلام بالله والجاء إلى الله وسؤال الله الثبات على الإسلام.